صباح الخير، انا ادمن في تورنمنت ليج اوف ديفل. انا جاي النهارده اشرح ازاي تعمل ريجستر على موقع باتل فاي، لان في ناس كتير ما تعرفش ايه موقع باتل فاي ده اصلا، وفي ناس كمان تعرف موقع باتل فاي بس ما بتعرفش تعمل ريجستر عليه. انا النهارده هوريكم ازاي علشان يبقى الموضوع سهل عليكم كده. هبقى حاطط لينك التورنمنت بتاعتنا في الديسكريبشن. كل اللي هتعمل انك تاخده كوبي وتروح هيتفتح لك بيج زي ديت، هتلاقي فيها التورنمنتس القديمة اللي خلصت والتورنمنتس الجديدة. طبعا هتبص على التورنمنتس الجديدة تشوف ايه الميعاد اللي يناسبك، وطبعا مثلا ناسبك الأولاني ده مثلا هتدخل عليه. وبعد ما تدخل عليه، أهم حاجة قبل create account، أهم حاجة الرايت ايفن بيج يا جماعه. الرايت ايفن بيج لازم تعمل فيها ريجستر، من غيرها مش هيجيلك برايزز، ريجستر في باتل فايل واحده مش هيجيلك برايزز، لان في ناس كتير ما بتعملش ريجستر فيها، و يعني ما بيجيلوش برايزز وبيجي يقعد يشتكي وما اعرفش وانا ما جاليش برايزز وكده. ما هي دي مش مشكلتنا، احنا حاطين وفي رولز وفي كل حاجه. دلوقتي المهم تبقى عامل لوجين. طبعا هنا الريجستريشن كلوزد علشان لسه ما فتحش اصلا التورنمنت دي لسه. المهم هتلاقي في كلمة ريجستريشن هنا وبعدها تشيك ان. بس تاني حاجة الديسكورد سيرفر. ديسكورد سيرفر مهم جدا مهم جدا، ان زي ما انتوا شايفين احنا عندنا هنا الديسكورد سيرفر التورنمنت سبورت. لما بيبقى في اي كانسليشن للتورنمنت، يعني اي مشكله، اي حاجه بتقابلنا، هنكنسل التورنمنت لاي سبب، بنقول هنا اي حد عايز يعمل يطلب اي حاجه بيكتب هنا. برضو مثلا حد عاوز بريميد ريكويست بنكتب هنا. ما ينفعش حد يجي لي في الجيم يقول انا عايز بريميد ريكويست كده، الدنيا بتبقى كتير عليا. يعني ما ينفعش، احنا يعني مش هنفضل نلم الريكويست من كل حته، من الديسكورد ومن من الجيم. ما ينفعش، لازم يبقى في مكان واحد بس ناخد منه كل الريكوستس عشان الدنيا ما تتعكش. طبعا بيبقى في ويت ليست وسابز للي ما لحقش ميعاد الريجستر، يعني عشان لو احتاجنا ناس، من ساعات في ناس ما بيجيش فبنبعت له انفايت وكده. بس هو ده كله. كل اللي عليك بقى انك تعمل ريجستر، يعني بس تعمل اكونت الاول. طبعا تعمل ايميل اي اجري، وبعدين تكتب ايميل. انا لسه عامل ايميل اهو كتست يعني. كونفيرم. اوكي، زي ما انتوا شايفين الاكونت اهو اتعمل. طبعا انا هخش as a free agent عشان انا معيش تيم. التيم ده ليه خطوات تانية خالص، ان انت لو في ناس كتير تعرفها وعامل تيم وكده. مثلا اهو كتبت اسمي وكتب واخترت الريجن. هو احنا بنعمل لحد دلوقتي بنعمل نورديك بس، قريب ان شاء الله هنعمل ويست كمان، بس دلوقتي التورنمنت دي نورديك. سيف. تمام، هنا طبعا مش هتعرف تعمل سبميت لسه مهنجة، مش الدنيا ما ظبطتش اهو. تمام كده، تعمل سبميت. كده انت عامل سبميت. طبعا الكلام ده كله ملوش لازمة. احنا دي عشان التورنمنت دي بكرة، او يعني مش بكرة، يعني كمان كام ساعة كده على الساعة 12. هتبقى ايه، هيجيلك وقت تعمل فيه التشيك ان، هيبدأ كمان 10 ساعات. لو ما عملتش تشيك ان للأسف مش هتخش التورنمنت، مش هتتحط في تيم رسمي. لازم تعمل تشيك ان علشان نحطك في تيم وكده. وبعد ما تعمل التشيك ان هتستنى البراكتس تتعمل وتتحط مع تيم وكده، ولحد ما البراكتس هيجيلك بلاي ماتش هنا كنوتيفيكيشن. انا هشرح ده تاني، هجيب كل الخطوات ديت لحد بس اما التورنمنت تبدأ النهارده. اهلا تاني. دلوقتي جه ميعاد التشيك ان.
كل اللي هنعمله ان احنا ندوس تشيك ان هنا، تمام، ونفضل مستنيين بقى لحد اما التشيك ان يخلص والبراكتس تتعمل. وبعد ما البراكتس تتعمل هيجي لك نوتيفيكيشن ان في جيم هيجي لك وكده. انا معاكم لحد ما نخش لحد الجيم ووريكو ازاي حتى بتاخد كوبي اللينك وتحطه في الجيم. دلوقتي زي ما انتوا شايفين البلاي ماتش قدامي، كل اللي هعمله اني ادوس جو تو ماتش، وبعد كده جالي اللينك اهو زي ما انتوا شايفين. كل اللي هعمله هدوس هنا كده كوبيد. هنا اهو انا بفتح اللعبة، كل اللي عليك انك تدوس بلاي. تفتح هنا هتدوس على علامة الكاس دوت، هتدخل لينك، هتدوس جوين، بس كده انت دخلت الروم. تشوف بقى طبعا انت تبع مين في الموقع وكده. يعني مثلا ايه، انا اهو مع نفس التيم ده يبقى انا معاهم. الفكرة بقى ان انت ايه، كل ما بتخلص جيم بتيجي تشيك هنا البراكتس، تمام، عشان تشوف التيم بتاعك فين وبيوصل لفين. اللي بيخسر بيطلع، لكن ايه، انت هتفضل تكمل 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 وتفضل تاخد في اللينك لحد الفاينل، تمام. بس وانا كده خلصت، ويعني I hope يعني اكون ساعدتكم كده. مع السلامة.